من سعد الخديدي عنده قصيدة ومشاركة وأنا متلهف عليها أكثر واحد. أجلنا بعض المشاركات لبعد العشاء تقديماً للخبير. الله يمسيكم بالخير. يقول مرحبا وعداد ما خيل مخيلة وعد نسناس الهبوب اللي بعدها باسم شيخ خديت ورجال القبيلة وباسم محسن بن مطر قبل عددها والمعزل داجل بنها وهيله والذبايح من مناديها خرجها قد الضيفانة ورمت القليلة والحصون الطيبة ثابتة عمدها. طبعا نقدر على فعل الجميلة قبل حكام المرد يثبت وددها يشهد التاريخ لخديدة الأصيلة والقبائل شاهدة لحد نشدها. ما نقول كذب ولا شبه حيلة كل كلمة قلتها عندي سندها واسم ربعي معتدي فوق الطويلة والله اللي عزها وثبت عمدها. ولو تولع نارة ولو طبعا الله الله من قال ولو تولع نار في خشمة الفتيلة نبض معدانا ودايم نضطهدها والقبائل نعم كل الحصيلة والفعول الشهود والجاهل جحدها. لكن اليوم حكم شرع وفضيلة كل ناس مطمئنة في بلدها والسعادة والفرح في كل ليلة وراحت أيام المغازي معركتها وقرروها لي لهم سيرة طويلة عقروا إليها في حبال يدها عزوة المعزي ويا نعم الفصيلة معتمدها الشعب كله معتمدها والملك سلمان والبيرق يشيله قايد الإسلام كم دولة سندها والعروبة كل أبوها تنتميله يرجى طروالت لها ما هو ولدها يكفي القرآن حافظه جليله وضامجه والفتن خمدها. سلام عليكم.